تبدأ بها كل سور القرآن الكريم عدا سورة التوبة، ويقولها المسلم في مستهل كل أعماله وإذا هم بالأكل أو الشرب: بسم الله الرحمن الرحيم، أو اختصارا البسملة. فما أبرز معانيها؟ تحتوي البسملة على معان عظيمة، لذلك يحافظ عليها المسلمون ويرددونها ويذكرون اسم الله قبل إنجاز أعمالهم اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان نبي الله سليمان عليه السلام أول من بدأ رسائله بالبسملة، لقول الله عز وجل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكان العرب في الجاهلية يقولون: بسمك اللهم. فلما نزلت آية البسملة كتبها النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله، وشرعها في كل أمر وفي مستهل أفعال العباد، وشرعها الله تعالى عند صدر كل سورة من كتابه الكريم، فهي سنة مستحبة. تبدأ بسم الله بحرف جر جاء بمعنى الاستعانة، والاسم لفظ وضع ليكون علامة على مسمى يسمى به، ليعرف ويتميز عن غيره، ليدل على أن القائل يسأل الله جل جلاله الاستعانة به. واسم الجلالة الله يطلق للتعظيم والهيبة والقوة. ورد في تفسير التحرير والتنوير للعلامة ابن عاشور: البسملة اسم لكلمة بسم الله، صيغ هذا الاسم على مادة مؤلفة من حروف الكلمتين بسم والله على طريقة تسمى النحت، وهو صوغ فعل مضي على زنة فعلل، مؤلفة مادته من حروف جملة أو حروف مركب إضافي، مما ينطق به الناس اختصارا عن ذكر الجملة كلها لقصد التخفيف لكثرة دوران ذلك على الألسنة. أما الرحمن الرحيم فهما اسمان لله تعالى مشتقان من الرحمة، الرحمن أي كثير الرحمة، والرحيم أي ذو الرحمة العظيمة على عباده. ويقول علماء الأمة إن الرحيم رحمته تكون في الدنيا، والرحمن تكون رحمته في الدنيا والآخرة. وإذا أراد المؤمن تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم يبدأ بالبسملة من أجل الاستعانة بالله والتبرك بأعظم أسمائه وصفاته العظمة والرحمة. اختلف علماء المسلمين حول ما إذا كانت البسملة آية من القرآن أم لا، فقال علماء المذهبين الحنفي والمالكي: ليست بآية من القرآن. وقال علماء المذهبين الشافعي والحنبلي: إنها آية من سورة الفاتحة. ومن أجمل ما قيل في توصيف معاني البسملة وعظمة قدرها ومقاصدها ما قاله إمام البلاغة علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بسم الله شفاء من كل داء وعون على كل دواء، وأما الرحمن فهو عون لكل من آمن به، وهو اسم لم يسمى به غيره، وأما الرحيم فهو لمن تاب وآمن وعمل صالحاً.